هنتقل بحضراتكم سريعا الى الاحداث الاخرى، ولكن قبلها لازم نقف هنا عند المفاوض المصري، لازم نقف هنا عند دور مصر. خدوا بالكم مش انا وحضراتكم بس اللي بنقف وعلشان نناقش هذا الدور، وانا ليا رأيي فيه هقوله لحضراتكم في نهاية الافتتاحية النهاردة، ولكن ايضا هناك ابعاد اخرى، هناك ابعاد دولية بصة لبلدك وبصة لما تقوم به مصر من دور مش عايز اقول لكم محوري، ولكن هو الدور الوحيد المتبقي امام العالم كله ان الازمة دي يتم نزع فتلها مصر. على الهاتف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. استاذ عماد مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد، تحياتي ليك ولكل المشاهدين. تغيرات بين ساعة وساعة منذ بداية وصول الوفود للمباحثات في القاهرة في محاولة للوصول إلى هدنة، وبيغادروا دون التوصل إلى اتفاق، ولكن لدراسة بعض التفاصيل حول هذه الهدنة. أولا رأي حضرتك إيه؟ ورأيك إيه في دور مصر الحقيقة والهدوء المصري القوي جدا والحكمة المصرية القوية تجاه ما يحدث؟ بطبيعة الحال الدور المصري محمد لا يحتاج إلى كثير من الشرح والتأكيد، لأنه هو دور وطني وقومي من الدرجة الأولى من سنة 48، مش بس من هذه اللحظة، وهو مستمر حتى الآن باختلاف الدرجات وباختلاف طبيعة الظروف المتغيرة. مصر تدافع عن الشعب الفلسطيني دفاعا حقيقيا، حربت 4 حروب، وهي أيضا تدافع عن أمنها القومي، لأن وجود أي وجود لنظام معادي في هذه المنطقة من الشرق خطر على الأمن القومي المصري عبر التاريخ وليس فقط في العصر الحديث. الجهد المصري العالم كله أشاد به، مصر هي التي بذلت الجهد الأكبر، هي التي سبب في الهدنة الأولى، هي التي تدعم الشعب الفلسطيني بطرق متعددة، هي وسيط نظريا لكنها وسيط منحاز أيضا للفلسطينيين وحقوقهم، وتحاول أن تستغل علاقتها بكل الأطراف بما فيها الطرف الإسرائيلي لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للأشقاء الفلسطينيين، خصوصا وقف إطلاق النار ووقف المجزرة الإسرائيلية. وهذه المفاوضات أظن أن الجميع يشيد بالدور المصري ونزاهته وقدرته وصبره، لأنه بالمناسبة أستاذ محمد المفاوضة مع الإسرائيليين واحدة ربما من أصعب الأشياء في التاريخ. لديهم تكتيك ومهارة وبراعة ودهاء أظن يعني مكتوب في كتب كثيرة. فاكر مقالة مصطفى أمين أيام مباحثات السلام بين السادات وبنيامين وإسرائيل وجود كارتر ومناحم بيجن؟ بالضبط كده، فاكر المقالة دي حول المباحثات وحول الدور الإسرائيلي، طريقتهم في المباحثات عاملة إيه؟ أستاذ محمد الإسرائيليين ربما يكون المصريين هم أكثر حد فهمهم كويس وأكثر حد فهم تكتيكاتهم وألعابهم وخططهم، وبالتالي قدر الإمكان بيبقى فيه جهد كبير ومستمر إن شاء الله، ونرجو أن يتكلم بنجاح. هذا على الجزء المصري. الجزء الثاني وهو المتعلق بالمفاوضات، نحن المفاوضات ظني رغم الوفود تفرد المفاوضات مستمرة لكن بطرق أخرى. حينما دخلت إسرائيل رفح يوم الثلاثاء اللي فات كانت تتفاوض بس بطريقة خشنة زي ما بيقولوا، حينما قصفت حركة حماس معبر كرم أبو سالم يوم الاثنين بالليل كانت بتتفاوض أيضا. رسائل تفاوض أحيانا تكون بالدبلوماسية وأحيانا تكون بقوة السلاح واحيانا تكون بال كل طرف يريد كل طرف يريد ان يثبت للطرف الاخر انه ما زال قويا. بالضبط كده، وبالتالي انت لديك تغيرات. حينما دخلت اسرائيل رفح هي فرضت واقع جديد على الاطراف كلها. النهارده في متغير مهم للغايه واظن انه نوعي، وهو اول مره منذ بدء القتال الولايات بدء العدوان الولايات المتحده تتخذ موقفا جادا وواضحا ضد إسرائيل. رأينا في المقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بيتحدى ويقول سنحارب بمفردنا وسنستمر والعملية مستمرة. هو يحاول أن يأخذ مكاسب تكتيكية في المفاوضات وشروط أفضل، وفي نفس الوقت أيضا يأخذ أوراقا لربما تعينه على الإفلات من المحاسبة. حينما يعني إذا تمكن بنيامين نتنياهو من الاستمرار في رفح بصورة أو بأخرى سيكون حقق هدفا مهما.
لكن هل سيتمكن من تحقيق الانتصار؟ هناك صحف كثيرة في إسرائيل أو خصوصا معاريف بتقول أنه ذهب لرفح من أجل البحث عن نصر وهمي، صورة نصر مفقود لم يحققه حتى الآن، ويريد أن يحققه حتى عبر الحركات أو الإيحاءات الرمزية كما حاول حينما تم رفع العلم الإسرائيلي فوق إحدى الدبابات في رفح الجانب الفلسطيني من رفح. هناك كما نعلم شبه انقسام في المجتمع الإسرائيلي، لكن ما زال نتنياهو هو الحاكم بأمره حتى الآن، يفرض منطقه على الجميع، يتحدث ترى بالمتشددين لكنه يحاول أن يفلت من يحقق أكبر قدر من الانتصار لبلاده في المفاوضات. المقاومة الفلسطينية يعني ما زالت تحاول قدر الإمكان، قبلت اتفاقا وافق عليه الأمريكان بجهد مصري وقطري، لكن للأسف الشديد الولايات المتحدة رغم أن ما فعله بالأمس جو بايدن من إعلان عن وقف بعض الشحنات، لكن ما نحتاجه الآن أكثر من ذلك أن يكون هناك موقف، بما أن أمريكا وافقت على هذا الاتفاق وعلى هذه الورقة وكانت أحد الذين بلوروها بوجود ويليام بيرنز في القاهرة ثم قطر ثم عودته إلى القاهرة ثم ذهابه إلى تل أبيب. هذا الأمر يتطلب أن الولايات المتحدة تتخذ قرارا حقيقيا بالضغط على إسرائيل، أن يكون هناك إسناد عربي قوي لموقف المصري الذي يبعث برسالة مهمة ومحددة لإسرائيل أنه لا يمكن أن يكون هناك علاقات طبيعية واستقرار في المنطقة إذا أصر الإسرائيليون على هذا المنطق الوحشي في التعامل ورفضوا الرضوخ لمنطق حل الدولتين. هذه كلها أنا أظن يعني ربما اليومين أو الثلاثة اللي جايين هيكونوا يكشفوا عن أو ربما الحد يوم الحد عن جزء من الصورة القادمة إن شاء الله. الكاتب الصحفي الزميل عماد الدين حسين بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذا التعليق.